قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق عند قول شيخنا رحمه الله في ألفيته: وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. اقرأ يا سيدنا الشيخ. يقال معك الكتاب؟ يقال يا أيها الرجل، ويا أي هذا، ويا أيها الذي فعل كذا، فأي منادى مفرد مبني على الضم وهاء الزائدة، والرجل صفة لأي، ويجب رفع عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء. أجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف. اسمع يا سيدنا الشيخ يا زكريا. يا سيدنا الشيخ بيقول ايه؟ يقال يا أي، يا أيها الرجل، ويقال أيضا يا أي هذا الرجل، مش كده؟ يا أيها هذا، ويا أيها الذي، ويا أيها الذي. صلوا على رسول الله. يا دي حرف نداء مبني على السكون، ناب منا بالفعل أدعو أو أنادي، أي دي نكرة مقصودة، نكرة أولاد إيه؟ مقصودة، مبني على الضم في محل نصب. يعني سيدنا الشيخ عيسى عرفنا انه العالم المفرد يبنى على الضم والنكره المقصوده تبنى على الضم. نعم. فعندما اقول يا رجل وبدل ما ابنى على الضم في محل نصب اصلها انادي رجلا. قال تعالى يا جبال اوبي معه الطير، يا جبال، صح كده ولا لا؟ نعم. يا جبال بدي اسمع نكره غير ايه؟ مقصود. لا، لان نكره مقصوده. يا جبال لو نكرت غير مقصوده كان هينصب، يقول يا جبالا. نعم. يا جبال ده نكره مقصوده مبني على الضمه في محل نصب. ليه في محل نصب؟ لان قلنا المنادى في الاصل مفعول به، اصلها ايه؟ ادعو جبالا، صح ولا لا؟ نعم. طيب، او انادي جبالا، اهو اي هي نفسها نكره مقصوده زي كلمه جبال. يعني يقول يا اي ده نكره مقصوده، وهذه دي تفيد التنبيه بس وهي زائدة. الرجل تعرف صفة لأي، صفة بس تبعت أي في اللفظ. نعم. مش في المحل، يعني قلنا أي مبني على الضم في محل نصب. نعم. ويقول والجمهور قال يجب رفعه، يعني هذه الصفة يجب رفعها. نعم. لا يجوز نصبها. ليه؟ قال لأنه هو المقصود بالنداء، لم نستطع أن نناديه مباشرة، لأنه لا يجوز اجتماع ياء مع أل إلا في لفظ الجلالة فقط، أقول يا الله اغفر ذنوبنا. فهمت يا شيخنا؟ نعم.
فإذا أردنا أن ننادي اسما فيه ألف ولام لابد أن نأتي بأي للمذكر وأيتها المؤنث. يا أيتها النفس المطمئنة. صح يا شيخنا؟ نعم. فشيخنا يقول يا مولانا وأيها مصحوب أل بعد صفة. وأي أي اللي احنا قلنا نكرة منصوب نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب مصحوبة أل يعني تصحب الاسم الاسم المقترن بأل. نعم. صح كده ولا لا؟ نعم. تصحب ليه؟ لأنه لا نستطيع أن ننادي أو لم يرد عن العرب أن ينادوا إيه؟ أنا باسما في أل إلا بواسطة أي للمذكر وأيتها المؤنث. فلازم تصحب إيه؟ أل. عشان يصح نداء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وأي مصحوب أل بعد صفة يعني دي تعرب صفة لمين؟ لأي. خلاص؟ بس صفة تبعت ما قبلها في اللفظ وليس في المحل. يلزم بالرفع. ها؟ يلزم يا شيخنا؟ بالرفع. يعني لازم يكون مرفوع ما تقولش يا أيها الناس. نعم. يا أيها الرجل لازم ترفع تقول يا أيها الرجل. يلزم الرفع. ها؟ يلزم الايه الرفع؟ لدى يعني عند ذي المعرفة انت أصحاب الايه؟ نعم. جمهور النحاة. نعم. جمهور النحاة صح يا شيخنا؟ نعم. وقلنا خالفهم المازني وأجاز النص. ليه أجاز النص؟ القياسا على نصب الظريف في قولك يا زيد الظريفة. يا زيد الظريفة والظريف يا زيد. طبعا يا دي حرف نداء سيد ماشي. وزيد ده منادى مبني على الضم في محل نصب. الظريف صفة لمين؟ لزيد. تبعت لها في اللفظ. والظريفة بالنص تبع لها في المحل. صح يا شيخنا؟ نعم. طيب ما انت عربت هنا الرجل صفة لأي صح؟ نعم. زي ما عربت صفة لأي وأجزت فيها الرفع أجز فيها النصب أيضا كما أجزت في الظريف. ها؟ النصب. لكن فات الشيخ أنه دي يا شيخنا صفة لأي اللي هي النكرة المقصودة وليس صفة للعلم. للعلم. نعم. يعني المثال مختلف بس هو قاس العلم على النكرة المقصودة. سمعنا يا شيخنا؟ أيوة. فالجمهور جمهور النحاة لا يجيزون في الصفة إلا الرفع. فهم يا شيخ سلطان؟ طيب عشان كده تقول يا شيخنا ايه ها يا وايها مصحوب ال بعض صفه يلزم بالرفع لدى ذي المعرفه واي هذا ايها الذي ورد. يا سلام. شوف يا شيخنا قبل ان يعني نكمل قال ولا توصف اي الا باسم جنس محلى بال كالرجل. يعني أي دي لا توصف بأي وصف إلا وصف محدد اسم جنس محلى اسم جنس محلى بأل. يعني اسم جنس كلمة جنس يعني لفظ كل يندرج تحته أفراد. نعم. فكلمة رجل تشمل كل واحد فينا رجل صح ولا لا؟ نعم. ودي بسموها آل الجنسية حتى آل الجنسية دي. سمعنا يا شيخنا؟ نعم. طيب يبقى الاسم الذي يقع صفة لأي لابد أن يكون إيه؟ اسم جنس محلى بأل. عرفنا كلمة اسم جنس؟ نعم. يعني كلمة رجل تفيد العموم فده اسمه جنس يا شيخنا لفظ كل يندرج تحته أفراد تشمل أحمد ومحمد ومحمود وخالد كده. فاهم يا شيخنا؟ نعم. ده اسم جنس ومحلى بأل. وإذاك تجده يا أيها الإنسان يا أيتها النفس فتجد النفس تشمل كل النفوس. نعم. المطمئنة. فهمت يا شيخنا؟ نعم. طيب يعني لا تخص نفسا بعينها. كل مؤمن صالح داخل في هذا الايه؟ النداء. صح يا ولادي؟ نعم. واي ذا ايها بس واي هذا ايها الذي بس في ايها قول كده ايها الذي واي هذا ايها ايها هنا هنا ايها نعم سقطت سهوا ضعفها كده. طيب يقول يا
يا أيها أقبل يا أيها هذا أقبل وأيضا يا أيها الذي فعل كذا. سيدنا الشيخ شريف، قلت منذ قليل إن الصفة الواقعة بعد أي اللي احنا قلنا عليها نكرة مقصودة تكون اسم جنس محلل، وأيضا تكون اسم إشارة. تكون اسم، يعني ده نوع ثاني من أنواع الصفة التي تقع بعد أي اللي هي النكرة المقصودة، يكون اسم إشارة. يا أي هذا، صح يا شيخنا؟ نعم. يبقى عندنا ياء حرف نداء، أي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، إلى هذه للتنبيه، لأن عندنا ذا اسم إشارة بس، بذا لمفرد مذكر أشر. نعم. طيب، ذا ده اسم إشارة، صح ولا لا؟ نعم. مبني على إيش يا شيخنا؟ على السكون. في محل رفع. محل رفع. في محل إيه؟ رفع. رفع، يعني تابعة أي في الإيه؟ في اللفظ. أقبل ده فعل أمر، مبني على السكون. والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب، يا أيها الذي، يا أي يبقى يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها زائدة للتنبيه. الذي ها ده صفة لمين؟ لأي. خلاص؟ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، تبعت لها في الإيه؟ لفظ. طيب، وكلمة فعل كذا دي صلة الموصول، ليس لها محل من الإعراب. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لاحق مشتمل. خلاص يا أولادي؟ إذا في هذين البيتين يا شيخنا، نعم يا سيدي، يقول لك الاسم الواقع بعد أي اللي هي النكرة المقصودة يعرف صفة لأي، بس لابد أن يكون إيه؟ اسم جنس مقترن بأل، محل بإيه؟ يعني يا مولانا ما تنفعش تقول يا شيخنا ها؟ يا أيها إنسان، لازم تقول الإنسان. نعم. صح يا شيخنا؟ نعم. طيب، أو يكون اسم إشارة، ها؟ أو يا شيخنا يكون إيه؟ اسم موصول. فيقول اسم الإشارة وقع صفة بعد أي، واسم الموصول وقع صفة بعد إيه؟ أي هي نكرة المقصود. ورد، يعني ورد في كلام العرب. نعم. ورد في إيه؟ كلام العرب. يعني كل هذا ورد يا أولاد، كل هذا ورد. نعم. طيب، ووصف أي ها يسوى هذا إيه؟ يرد، يعني مردود. يعني مردود، نعم. سمعنا يا شيخنا؟ نعم. قول يا كده يا شيخنا، ووصف أي بإيه؟ يسوى هذا. يعني إذا أردت أن تأتي بصفة لم تكن اسم موصول، لم تكن اسم جنس محلل أو اسم إشارة أو اسم موصول، ولا اسم موصول يرد هذا، يرد هذا ولا يقبل. نعم. أصل واضح كده؟ نعم. طيب، يعني إذا قلت مثلا يا أيها رجل لا يصح. نعم. لأن مش مقتنع بإيه؟ بأل. طيب، أظن أعتقد الكلام واضح يعني. ماشي يا سيدنا؟ صليتوا على الحبيب. أيوة. البتين دول الحمد لله فهمناهم صح؟ طيب، وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة. يفيد المعرفة. يفيد الإيه؟ معرفة. عايزين تبقى تقرأ الكلمة دي يا شيخنا. هناك عندي. يقال يا أي هذا الرجل، يا لا يا هذا الرجل، ها يا هذا ها الرجل. فيجب في الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه، كما يجب رفع إيه؟ أي يا أي هذا الرجل. سيدنا الشيخ عيسى، ايه اللي بيقصده ابن عقيل عندما قال يقال، يعني في كلام العرب
يا هذا الرجل. يجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه، يعني هو أراد أن ينادي الرجل، لم يرد أن ينادي هذا، لم يقل يا هذا. نعم، ده هو عايز ينادي الرجل، صح كده؟ نعم. فأنت إذا أردت أن تنادي الرجل اللي هو مقترب بأل، لا يجوز لك أن تناديه مباشرة، لابد من واسطة اللي هي أي. نعم، صح ولا؟ اللي هي أي. نعم، لأنك المقصود تقول يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان، صح؟ نعم. فهذا مكان أي؟ مكان أي. نعم، مكان إيه؟ أي. يعني توصلنا نداء الرجل بإيه؟ بهذا. كما توصلنا إلى نداء الرجل بأي توصلنا إليها بهذا. هذا معنى يقول إيه الشيخة؟ وذو إشارة. وذو إشارة، صاحب إشارة. كأي اللي هي اللي في الأولى دي. ها؟ يا أيها الإنسان. خلاص؟ كأي إيه؟ في الصفة. ماشي مولانا؟ نعم. إن كان تركها يفيت المعرفة، يعني يفوت معرفة المخاطب، أنت بتنادي مين؟ يا ترى أنت بتنادي الرجل ولا بتنادي هذا؟ ما هذا ده اسم إشارة. صحيح. يا هذا اللي ماشي قدامي. نعم. صح كده؟ صح. فهو بيقول إذا أردت أن تنادي الرجل بتوصل بإيه؟ بهذا، زي ما وصلت بأيه. نعم. صح ولا لا؟ نعم. يقول إن كان تركها يفيت الإيه؟ يعني لو تركنا اسم الإشارة ده خلاص؟ ولا تركنا إيه شيخنا بيقول إيه؟ إن كان تركها ترك الصفة دي، ما أنت لو تركت الصفة دي قلت إيه؟ يا هذا، يبقى هذا قد يكون رجل أو كان يقود غلام. نعم. صح ولا لا؟ نعم. لما أقول يا هذا فقط وناديت هذا، هذا المشار إليه قد يكون طفلا وقد يكون رجلا وقد يكون، صح يا شيخنا؟ نعم. هذا معنى إيه؟ يبقى هذه جعلت وصلة للمنادى اللي هو ايه؟ الرجل. لان ترك الصفه دي هيفوت من مقصود من المخاطب، مقصود من النداء. من النداء، يعني ما تعرفش انت بتنادي بيهم بالضبط. هذا معنى ايه؟ ان كان تركوها يفيت الايه؟ المعرفه، يعني يفوت على المخاطب معرفه المنادى. هل انت بتنادي اسم الاشاره ولا بتنادي الذي بعده؟ نعم. اصل وضحت كده؟ وضحت. طيب، وذو اشاره كأي في الصفه، كأين ايه؟ الصفة. ايه ذو إشارة؟ يعني هذا هذا الاسم الإشارة ده مثل أي بالضبط؟ يا أيها الإنسان. احنا قلنا أي، ده نكرة مقصودة، وهي اللي وصلتنا إلى نداء ما بعدها، إن هو ده المقصود بالنداء. يا أيها الناس. هل ربنا جل وعلا في هذه الآية يريد أن ينادي أي ولا ينادي الناس؟ الناس. ينادي الناس. بس توصلنا إلى نداء الناس بإيه؟ بأي. هكذلك توصلنا باسم الإشارة إلى نداء الرجل. نعم. فترك هذه الصفة يفوت معرفة المخاطب، المعرفة يفوت المعرفة على المخاطب. صحيح. هل أنت بتقصد المشار ولا الذي بعده؟ خلاص كده؟ تفضل يا سيدي. يكون سيدنا يعني على هذا في قول ابن مالك وذو إشارة كأي، في هنا التشبيه يكون الرجل أيضا يجوز فيها الوجهان الرفع على عند الجمهور. لا، كأي اللي هي الأولى يا سيدنا. كأي اللي هي الأولى، اللي هو أيها مصحوب ال بعد صفة، بعد صفة. أنا أقصد الرجل يجوز يعني ما ذكر بعد أي صفة. أنتوا حذف المضاف إليه فبني على الضم قبل وبعد، فاكرينها؟ نعم. تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. نعم. وأيها مصحوب ال بعد، يعني ما يذكر بعدها صفة. صفة. هتتبع اللفظ عند يعني هتتبع اللفظ. ويجوز فيها مثلا عند المزني كما كنا في يا ايها الرجل. لا 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 لا، هو كله يجب الرفع. يجب الرفع بالاتفاق. ذكرني ان قلنا يا ايها الرجل عند الجمهور يجب الرفع. هو اللي اورده يا شيخنا الرجل اورد في اي فقره؟ احنا قلنا كل بيئه اللي امامنا. ايوه سيدنا، نقول هو اورد يعني اورد المزني في اي فقره؟ بس في أي فقط. طول ما ذكرهاش الشيخ يبقى معناه ما اختلفش إلا في الجزئية دي بس. يلا كمل يا بنت. وفي نحو إيه؟ سعد الأوسي. في نحو سعد الأوسي ينتصب. ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. يقال يا سعد. يا سعد. سعد الأوسي. يا تيم عدي.
يا زيد زيد اليعملات اليعملات يجب نصب الثالث يا سعد سعد واخد بالك يا سيدنا يجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب ليه يا سيدنا يجب نصب الثاني لنلاحظ أنه مضاف والمنادى إذا كان مضافا يجب نصب يعني إذا قلت يا سعد الأوسي يجب نصبه لا يجوز الرفع صح ولا لا الأولى يعني يجوز فيها الرفع نظرا لأنه على مفرد نعم صح ولا لا طيب ويجوز النصب على ان السعد الثاني دي توكيد لده فهمت ولا لا فاضفت سعد الاولى الى الاوس فهمت ولا لا نعم يا سعد الاوسي نعم فهنا النصب يا سيدنا على انه ده مضاف والمضاف اليه الاوس وسعد الثاني توكيد لفظي فهمتوها ولا مش فاهمين يبقى لما نقول يا سعد يا سعد لما نقول يا سعد يبقى ده على المفرد مبني على الضم صح يا شيخنا زي يا نوح يا نوح اذهب اذهب بسلام صح طيب لما قلت يا سعد يبقى ده مضاف والاوس ايه مضاف وسعد الثانيه دي توكيد بس عشان كده اقول يا شيخنا اهو وفي نحو يعني وفي مثل سعد 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 الاوس ينتصب ثان يعني الثاني ينتصب قولا واحدا وضم ايها المخاطر وافتح اولا تصيب يعني جزء الوجان وتبقى مصيب ان رفعت او نصبت فانت مصيب في كلتا الحالتين خلاص يا اولادي هات اللي بعده يا سيدنا ها واجعل منادى صح اضافه يا مولانا يبقى بناء الضم صح طبعا احنا هندخل في شيخنا في درس في درس جديد نعم سيدنا الشيخ زكريا قولوا معي الابيات طيب وبعد كده من اول هنا يا شيخنا ايها مصحوبه البعض ايها مصحوبه البعض صفه ايها مصحوبه البعض صفه يلزم بالرفع لدى ذي المعرفه يلزم بالرفع لدى ذي المعرفه واي هذا ايها الذي ورد واي هذا ايها الذي ورد واي بسوى هذا يرد ووصف اي بسوى هذا يرد ذو اشاره كاي في الصفه وذو اشاره كاي في الصفه كان تركها يفيت المعرفة إن كان تركها يفيت المعرفة ونحو سعد سعد الأوسي ينتصب ونحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب ثان وضم وافتح أولا تصب فات نصف ساعة فات طيب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يقول الشيخ واجعل منادا صح إن يضاف ليا كعبدي عبدي عبدي عبد عبد عبدية شفت الجمال بتاع الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يا شيخ أحمد يقول إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا صح يا سيدنا المعتل هو يقول إيه سبق إيه حكمه حكم غير المنادى أيوة تثبت الياء المفتوحة يعني هو مثلا يا فتايا مثلا يا فتايا فتى ده معتل نعم معتل الألف نعم فتقول يا فتايا تفتح الله قولي فهو الآن بيتحدث فقط عن معتل عن الصحيح صحيح. عن الصحيح نعم. ولذلك يقول يا شيخنا واجعل المنادى صح صح منادى ايه صح يعني ايه المنادى المضاف الى المتكلم يكون صحيح يعني ما يكونش معتل يعني واجعل منادى صح ان يضاف لياء يعني ان يضاف الى المتكلم فذكر الوجه الاول الوجه الاول سيدنا الشيخ عيسى حرف الياء والاستثناء بالكسره نعم يقول ها يا ها يا عبدي بالكسرة يا عبادي فاتقوا نعم صح ولا لا نعم. يا عبادي فاتقوا يبقى حذف فيها المتكلم وأبقى الكسرة دليل عليها نعم. صح يا شيخنا نعم الثاني إثبات الياء ساكنة تقول يا عبدي ها يا عبدي الياء ساكنة نعم تثبت وهي ساكنة وإذا سألك عباد مش كده نعم في 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 أظن فيها قراءة يا عبادي فاتقون ولا في في آيات طبعا فيها بس لعلك تذكر موجود هنا موجود عندك في الكتاب يا شيخنا
هقول اثبات الياء ساكنه فتقول يا غلامي. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم. ايوه يا عبادي يا سلام يا عبادي لا خوف عليكم. في قراءة من اثبت الياء ساكنه خلاص وهم نافع وعمرو. خلاص يا سيدنا كده. نعم يا منى. طيب هات الثالثه يا منى. الثالث قلب الياء الف وحذفها والاستمعنا بالفتحه يا عبد. شوف اصلها يا ها يا عبد زي يا ويلتا. اي زي يا ولا يا زي حسرته ويا ويلتا. مش كده يا رب. لا هذا الحلب. نعم يا رب الاخير. هذا العرب ايه يا ده؟ عبادي بالسكون وبالياء وبالحذف وبالقلب الياء. لو قلنا يا عبدي او يا عبادي يبقى يا حرف نداء مبني على السكون نبنى بالفعل ادعو. عبادي ده منادى منصوب علامه النصب الفتحه المقدره منع نزول اشتغال محل تحاسب المناسبه. نعم عبد مضاف وياء المتكلم محذوفه في محل تخفيفا خلاص في محل جر مضاف اليه صحيح والكسره دل على المحذوف. نعم لا قلت يا عبادي خلاص نفس الاعراب بس الياء هنا ايه ثابته خلاص مش كده. نعم طيب يا عبد زي ما نقول ها الالف قلبت ياء والياء قلبت الف. ايوه مش كده. نعم طيب هذا ان حالات تعرف فيها الالف يا شيخ. لا بس ركز. طيب خلينا نركز الله يرضى عليك. ماشي خلينا نركز الله يكرمك. هي اصلا دي يا شيخ احمد يا عبدي صح ولا لا؟ طيب فنقول يا عب ها ده عبده يا عب. نعم يا عبده نقلي الياء الف يا عب يا عبدية ها يا عبدية مثلا يا عبدية تحركت الياء فتحة. بس هنا الكسره نخليها فتحه تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ايه الف زي حكايه ايه بيعه تقول ايه باعة باعة تقول ايه باعة صح ولا لا. نعم طيب وبعدين هذه الالف تحذف وتبقى الفتحه لان الفتحه يناسبها الالف صح ولا لا. يبقى احنا ايه اللي حصل يا مولانا لغه من لغات العرب قلبت الكسره فتح ماشي يا مولانا فصارت يا عبد فصارت ايه يا عبد زي يا حسرتها فهمت يا شيخنا؟ اصلا يا حسرتي فهمت يا شيخنا؟ وحطيت الالف هنا لسه علامه يا ولد استنى طيب اكمل استنى فقال ها يا عبدي يا عبد يا عبد يا عبدي يا يا عبدي يا عبد يا يا عبد يا يا عبد يا يعني الياء هنا تحركت وفتحت قبلها فقبلها أيوة. القاعده الصرفيه تدخل هنا اذا صارت ليه وفتح خلاص الياء اذا تحركت وفتح ما قبلها تقلب الف زي كلمه بيع وكذلك الواو اذا تحركت وفتح ما قبلها تقلب واو تقلب الف زي قولة قال او قال. نعم صلاه على الحبيب. وبعدين الالف دي في لغه من لغات العرب تحذف زي ما حذفنا الياء تحذف فيها شفنا الالف واصبحت الفتحه دليل على الالف المحذوف. نعم يبقى في الاعراب زي ما انت كنت عايز تقول يا شيخ عبد العزيز هتقول يا حرف نداء وعبد ده منادى مضاف مش كده ولا لا؟ نعم منصوب فتحه مقدره طبعا دي فتحه مناسبه دي سمعنا يا شيخنا؟ نعم لان المفروض ان اي اسم مضاف الى متكلم يجب كسره. نعم يجب ايه يا ولادي؟ كسره مش فتحه. نعم لان كل الحركات تقدر لان الكسره دي كسره مناسبه لا. مش كسرة الإعراب ولا كسرة بناء كسرة دي يا شيخنا؟ مناسبة فيبقى عبد منادى مضاف منصوب على النصب والفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة نعم اللي هي مقلوبة فتحة مقلوبة إيه يا شيخنا؟ فتحة بعد كده. طيب وبعدين ياء المتكلم المنقلبة ألف ده اللي هي المضاف إليه نعم المنقلبة ألف لفتح ما قبلها لتحركها وانفتاح ما قبلها. سمعنا يا شيخنا؟ نعم. طيب يبقى ده الوجه الايه يا شيخنا؟ الثالث. الثالث. نيجي لايه؟ الرابع. عندك مثال ليها يا شيخنا هنا؟ ثواني. عندك مثال ليها؟ قلب الياء الفا وابقاؤها مثل يا غلاما. ايوه. مثل قوله تعالى
يا أسف على يوسف. يا أسف يا أسف. أه؟ يا إيه؟ يا أسف. يا أسف. أيوة يا أسف. أصلا يا أسفي. صح ولا لا؟ نعم. بس هنا قال إيه وحذفوها، لكن ما في أسف مش محذوف. فضلت العشاء. صح يا شيخنا؟ يا مولانا ها؟ نعم سيدنا. يا شيخنا الشريف. نعم سيدنا. يا أسف. الألف بقيت موجودة صح ولا لا؟ نعم. لكن هو في لغة من لغات العرب تحذف ألف وتبقى الفتحة. اللي بعد يقول قلب قلبها هذا مثل غلامة يا غلامة يا غلامة فتح الميم بس قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبدة اللي هي زي أسفة. نعم خلاص يا شيخنا؟ نعم. الخامس إثبات الياء محركة الفتح ها يا عبدي يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم. عرفنا اللغات الخمسة؟ تعال شوف يا سيدنا واجعل منادا صح إن يضاف لي كعبدي عبدي عبدة عبدة عبدية. بيت جميل جدا. نعم. لا يعني جاب كل الايه الخمس اوجه. قولوا وراي البيت ده يا ولاد. واجعل منادا صح ان يضاف لي. واجعل منادا صح ان يضاف لي. عبدي عبدي عبدة عبدة عبدية. عبدي عبدي عبدة عبدة عبدية. يلا البيت اللي بعده كده خلصنا؟ لا بكفي سيدنا. طيب أقول قبل هذا ما أستغفر الله.